السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أبي ما كيصومش رمضان، واش ممكن نخرج عليه عشرات الدرهم في النهار؟ واش ممكن نعطي هادوك الفلوس لأخت ديالي ولكن ما عندناش ولكن ما معناش معك عادل من قلعة صرغنة؟ شكرا سيدي عادل، بارك الله فيك، وتحية لأهل القلعة. بالنسبة للشيخ الكبير الذي هو يعني إما مريض أو لأنه لم يعد يستطيع يعني الصيام لكبار سنه، الله تعالى يقول فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية الطعام مساكين. وفي مذهبنا المالكي هذا الأمر في حقه مستحب، يستحب للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم يعني مدا من طعام مسكينا. فإذا كان هذا الشيخ لا يستطيع أو ليس عنده يعني من المال أو فقير، فإنه يسقط عليه ذلك، يسقط عليه هذه الفدية أو هذا الإطعام. فإذا أراد أحد أبنائه أن يعني يقدم يعني هذا الفدية فلا بأس بذلك، ليس هناك فيه أي حرج. والأخت ديالك تقول بأنها هي محتاجة، واش ممكن تعطيها هاد المال؟ أقول لك أولا هذا الأمر ليس يعني واجبا عليك، فهو متعلق في ذمة الأب ديالك. وإذا كان هذا الأب ديالك يعني هو ما عندوش، الله يكون في العوان، الله تعالى ما فرضش عليه يعني فوق من طاقته. ونقول بأنه ليس واجبا ولا حاجة أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم وأحكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.